مواجهة دينا القنيطري والمدينة العليا القنيطري في إطار دور 32 من كأس العرش موسم 2019-2020. تذكير يعني الموسم هذا يعني تأجل في اللعب ديالو بسبب ظروف كورونا اللي خلاته تلغى بالنسبة الموسم الماضي، وتم التأجيل ديالو لغاية الموسم الحالي لكن تحت المسمى ديالو القديم يعني 2019-2020. تشكيلة الفريق الآخر المدينة العليا القنيطري، في حراسة المرمى الحارس الخبير عبد الكريم قرواز، الحارس السياطي عبد الحكيم بقوة الكرة مقطوعة من أيوب السلام سديدة سديدة يعني هذا السريع بداية المقابلة تقريبا 40 ثانية، رغم أن التوقيت ما كيبانش واضح ولكن تقريبا 40 ثانية على بداية المقابلة. حمزة السلامي كيفتتح التسجيل، حمزة السلامي كيفتتح التسجيل، يعني الكرة كانت سريعة مقطوعة من الأخ ديالو من أيوب السلامي إلى حمزة السلامي، يعني الهدف الأول هدف دون مقابل لصالح المدينة العليا. صراحة يعني تتلج الصدر، يعني كرة جميلة عند سفيان الحلاوي لكن تدخل مناسب من عبد الكريم قرواز. التسديدة كانت جميلة من سفيان الحلاوي ولكن عبد الكريم قرواز كان في المتعب ديالنا، دائما عبر الكرة عند حمزة السلامي تسديدة لكن تدخل مناسب من هشام الخمسي. الكره تمشي عند اللاعب عند ايوب حشحاش، تسديده مباشره من الصديقه كتصطدم بالعارضه، كتصطدم بالعارضه وكتخرج ضربات التماس. كنشوفوا احتجاجات قويه من لاعبي دينا الماضي مثلا. جميله جميله جميله، كانت مراوغه جميله، كانت مراوغه جميله من عثمان الهكاري لكن مدافع المدينه العليا ايوب السلامي كيتدخل في الوقت المناسب. تدخل الدفاع دينا جميله، جميلة مرات أخرى لكن عبد الكريم قرواز، عبد الكريم قرواز كريمو، كان تصدي جميل، كان تصدي جميل، تصدي على مرتين. التسديدة الأولى كانت سفيان مختوس، التسديدة الثانية ديال عثمان الهكاري لكن قرواز كريمو كان في المكان المناسب. رشيد أبخيسو كترجع مرة أخرى عند حمزة السلامي، حمزة السلامي غيسددو بعيدة كيضيعها أمام المرمى. يعني قليل جدا اللي كنشوف شي عند عبد الصمد فضله كيحاول حيرد، او خطا، خطا دفاعي، خطا دفاعي لعبد الصمد فضله، وحمزه السلامي كيستغل الفرصه وكان به كيرد عليا رد قوي كان من حمزه السلامي. سريعه عند ايوب حشحاش كيحاول المرور لكن تدخل ناجح، تدخل ناجح وخروج موفق من الحارس عبد الكريم دلواز. نتمنى تكون الروح الرياضيه هي اللي استهدف يعني كيف هذه المقابله. التسديده كانت جميله، التسديدة كانت جميلة من محمد الصديقي لكن تدخل وتصدي جميل من عبد الكريم قرواز. كيبدينا القنيطري محمد الصديقي رابح على التسديدة وتصدي جميل، تصدي جميل من محمد الصديقي. عبد الصمد فضلا كيضيع الكرة أمام المرمى الفارغ بسرعة عند حمزة السلامي مع عند رشيد أبتخيسي. خطأ دفاعي، خطأ دفاعي وهدف، خطأ دفاعي من لاعبي دينا القنيطري هذه المرة الثانية. ما كاينش واحد التفاهم في مربع عمليات، وبالتالي أمين الحيس كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح المدينة العليا القنيطرة في هذه المواجهة هذه. التوقيت ما كيحاول الحفاظ على الكرة مقطوعة من سفيان بختوس، غيبحث مقطوعة 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 وهدف، والهدف الأول في هذه المقابلة لصالح دينا القنيطري. كانت مرتدة خطيرة بقية سفيان بختوس كما راه الزميل ديالو سفيان الحليوي، سفيان الحليوي اللي كيسجل الهدف الأول لصالح دينا القنيطري في هذه المقابلة هذه. تقريبا مدرسة خطأ بعيدة، حمزة السلامي أكيد غادي يلعب التسديد كيسدد كما راه الزميل ديالو، تسديدة وهدف موه 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 على انه غيسدد مرة الزميل ديالو حمزه كعوا. حمزه كعوا هي قالوا على طبق من ذهب في المكان المناسب، وحمزه السلامي كيسجل الهدف الثالث ديالو في هذه المقابله والرابع لصالح المدينه العليا القنيطري. زكريا الكيسان، زكريا الكيسان تسديده وهدف، وهدف من محمد الصديقي بسرعه. الهدف الثاني لصالح دينا القنيطري في هذه المقابله هذه، كيستغل واحد دربكة في منطقة العمليات وكيسجلوا الهدف الثاني ديالهم في هذه المقابلة. عند سفيان أكوشدام طويلة عند حمزة السلامي، جميلة جميلة، كانت لعبة جميلة من حمزة السلامي، التصدي كان أجمل من هشام خمسي، كان استقبال بالصدر كونترول بالصدر تسديدة بالخلف لكن هشام خمسي تصدى لها بشكل رائع. الشيء اللي تسبب في الهدف أكثر من مرة عند سفيان الحلاوي،
هجموا مكتب ديال صالح هادينا قنيطرة عند عثمان الهكاري كيحاول المراوغة وهدف وهدف من عثمان الهكاري مقابلة كتشعل ما على الأقل تقريبا دقيقتين من نهاية المقابلة عثمان الهكاري كيقلص الفريق أربعة أهداف مقابل ثلاثة عثمان الهكاري لاعب ديالنا قنيطرة كيقلص الفريق ديالو والإيقاع كيرتفع لاعبين المدينه دينا قنيطري طويله والحكم في هذه اللحظات كيعلن على نهايه المباراه بفوز المدينه العليا القنيطري على حساب دينا قنيطري باربعه اهداف مقابل ثلاثه. كان معكم عبد الله فاجر سبور المدي اقشيني ونضرب لكم موعدا في الوقت اللاحق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال هاد الماتشات عندنا حنا في قنيطره ديما تيكونوا شيقين لان القنيطريين معروفين بيناتهم بان تيخرجوا ماتشات مزيانين. تبارك الله على دينا ما هبطوش يديهم واخا تماركاو عليهم ثلاثه البيوت. هاد قليل فين تلقى بحال هاد الفراق اللي تيكونوا ذهنيا بانهم مركزين يبقاو في الماتشات والحمد لله حتى حنا ما هبطناش يدينا يعني واخا ماركينا ثلاثه البيوت حاولنا نزيدوا باش ما يرجعوش لينا في الماتش والحمد لله الحمد لله كانت الماتش تبارك الله فرجه ممتعه الحمد لله. لا تبارك الله سي دريس راه معروف بانه من المكونين اللي معروفين في المغرب لانه تبارك الله راه ماشي مدرب وانما مؤطر تبارك الله راه كيخرج دراري واجدين فيزيكمون واجدين تاكتيكمون وهو تبارك الله اللي تعتبر تيفرخ الدراري الفراقي. كريمو شنو كدير واحد الحركه بينك وبين داس واحد الميساج بينك وبين هشام دقي. هشام عزيز عليا بزاف وهذا الجهد هذا اللي كنديرو تحدي بيني وبين نفسي والسي هشام علاش تعامل معايا بانني كنقول له بان راه هاد التصديات وهاد الخدمه هادي راه نتاج ديال واحد العمل اللي بدا معايا من الصغر وتبارك الله الحمد لله الثمار بديت كنقطفهم الحمد لله هذه اربع سنين الحمد لله والنيفو نهار على نهار تيتزاد والحمد لله تنشكره بزاف لانه هو اللي دخلنا لهاد الميني فوت هو اللي علمنا ابجديات ديال الميني فوت لولاه لكنا مازال تنلعبوا في الاحياء ولا نقدروا ما نكونش كاع في الكره. هادشي اللي خلاك دير ديك الاشاره ضروري كي درت تلعب ضروري هشام لان علاش التصدي ملي تيكون زوين لانه واحد ريفليكس اللي ما ساهلش الحمد لله انا هديته ليه ماشي نفاق ولا رياء وانما هو عزيز عليا انا اول حاجه كنعتبره الاب ديالي لان ملي كنت انا صغير راه كان هو مدرب ومؤدب في نفس الوقت والحمد لله سي هشام عزيز عليا انا بيني وبينو الضحك راه ضروري كنديروا هاد القفشات ديال الضحك الله يكبر بك شكرا بزاف وشكرا لكم انتوما اللي متابعينا ولولاكم انتوما لما كنزيدوا نهار على نهار الحمد لله على كل حال وشكرا لكم. اول حاجه كنهني فريق المدينه العليا ديالو على الفوز في هذه المباراه وكنشكر السي كريم على الشهاده ديالو اللي الصراحه كنقدرها حنا كنحاولوا ما امكن كمؤطرين تلمدنا على عند السي هشام الدكي اننا نعطيو الشباب ديال مدينه قنيطره باش نخرجوهم من الحوايج اللي هما خايبين باش ناطروهم باش يديروا ممارسه كره القدم داخل القاعه ونتمنوا نتوفقوا ان شاء الله. صراحه انا الدراري في المباراه قلت لهم هذه مباراه ما عندناش شي ضغط خصوصا حنا كنمارسوا في القسم الوطني الثاني ماشي بحال الفريق ديال المدينه العليا هو اللي كان عليه الضغط كنحاول نزرع واحد الحماس وواحد الطاقه للشباب باش انهم خصهم يامنوا بان المباراه كتنتهي حتى 0 الكرون.